أخذنا إنه الباور سيستم كل الطلبة اللي لبسوا الماسك، اللي مش لابس ماسك ما عندوش ماسك يطلع من الكلاس. ده شيء طبيعي، وكاتبين له على الباب وقالوا إذنه الكلية اللي ما عندوش ماسك يطلع. مش حقيقي تاني. لو لقيت واحد قاعد وانا قلت ان مش لابس ماسك يلبس، هعلقه في السقف في زمالك في الكليه. ايه مش فاهم؟ مش عارفه. في جائحه في الدوله في الدنيا. انا لو اقدر اخلي الماسك اخليه. مش عايز ما ضيعش وقت في الكلام الصغير ده. انت خلاص بقيت طالب في قسم الكهرباء تلتزم بكلام اساتذه الكهرباء واللي هم قالوا بيقولوه واللي بيعلمهولك واللي هيعلمهولك ده هو اللي هتعيش عليه حياتك كلها وتأهل نفسك على كده وتتعايش مع الناس دول بشكلهم بعلمهم وبرهم. تاني وخلص خلاص هطلع من غلس وارجع دي انسان حقيقي 500 غير. خلينا في المفيد نسمع الكلام ونسمع ونبقى مهندسين هندسه اسكندريه العظماء. اوكي؟ احنا بنقول ان نظام الكهرباء الباور سيستم بيتكون من الجنريشن ومحطات رفع الكهرباء ومحطات المحولات السبستيشنز وبعد كده بنقل الكهرباء عشان اوديها للمستهلك الكونسيومر اللودز. بروح وحددنا انواع اللودز يا اما اندستريال يا اما كوميرشال يا اما ريزيدنشال. انا عايز انقل الكهرباء لهم واخزن واغذي الكهرباء لهم يبقى بعمل ترانسميشن لاينز. الترانسميشن لاينز بنقل عنها الكهرباء في يبقى في جنريشن في ترانسفورمر ستيشن بتاع الستار او ستيب داون والترانسميشن لاين اللي هي الشبكه الكهربائيه المصريه. سواء الترانسميشن ده بيتنقل عن طريق اوفر هيد لاينز او اندر جراوند كيبلز. طبعا في المدن السكنيه وفي المناطق المأهوله الاوربن بستخدم الاندر جراوند، اوفر هيد لاينز بستخدمها في الحتت البطن. ظهر في الكلام وانا بقول ان الباور ستيشن اللي عندك او الجنريتنج ستيشن ده اللي بنعمل فيها الجنريشن. يبقى حضرتك عايز تتعلم يعني ايه جنريشن. جنريشن ده بياخد مراحل مختلفه. علمك الاول الماشين اللي بتولد الكهرباء دي متكونه من ايه. الحكايه دي هتاخد اذا كان بيقول هو هيتاخد ثانية وثالثة ورابعة لغاية ما يوصل للحكاية. إذا كان اتصالات هياخد ثالثة كورس كده مجمع الماشين والترانسميشن. ثالثة 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 مش فاهم. المهم احنا حاطينه في الكروكر. أيا كان الجنريشن ده لما بيتم عن طريق جنريتورز. الجنريتورز دول بحطهم في المحطة. أنا مش الإنرجي سيستمز مش جاي أعلمهم الجنريشن. الجنريشن زي ما قلت لحضرتك في الكورس اسمه الماشينز، إلكتريكال ماشينز، ماكينات الكهربية. هيتعلم فيها الستيبر موتور، الريفرسد موتور، السنجل فيز، وات ايفر. الدي سي ماشين كل القصه. اوكي؟ فده هتاخده. انا جاي النهارده ازود على الكلام اللي انا قلته حاجه جديده. اقول لك قانون الطاقه، بهاء الطاقه، بيقول ان سيجما الانرجي يساوي الصفر. يبقى طب وزود عليها ايه؟ انها تشينج تتغير من شكل الى شكل. طاقه لا تفنى ولا تستحدث بتاعت الحضاره ولكن تتغير من شكل الى شكل.
فالالكتريكال انرجي جنريتد دهيت هقول لك لازم نجيبها منين وازاي ونوصلها لإلك. يبقى عايز اتكلم على حاجه اسمها sources of energy of I mean electrical energy. يعني ما رضيتش اكتب لان هم احنا الكتريك، احنا لما بنتكلم على انرجي ما بنتكلمش على ميكانيكال انرجي او بوتنشال انرجي او وات ايفر انرجي، احنا عايزين في الاخر الكتريكال انرجي عشان نوديها للكونسيومر تو بي يوز. You get it? Right. السورسز اوف انرجي دي هو اللي انا جاي اتكلم عنه. السورسز بتاعت الانرجي كذا وكذا وكذا. فاحنا عندنا السورسز اوف انرجي عندنا نوعين. النوعين، النوع الاولاني اسمه conventional energy. المصطلح عليه المتفق عليه اللي الناس كلها عارفاه دي بيسموها كونفنشنال، متفق عليه. فالكونفنشنال انرجي دهيت بيجي تحتها انا بس موجود وجبت السلايد ده. كونفنشنال انرجي تحتها الثيرمال انرجي او الستيم انرجي او ال thermal energy دي اصلها جايه من fossil fuel اللي هو الوقود الاحفوري اللي هو الكول او الجازولين او المازوت او الناتشورال جاز. وقود جاي من الارض. الهايدرو الكتريك باور ستيشنز، محطات الباور ستيشنز زي محطات السد العالي، هغير البوتنشال انرجي ميه محطوطة في حتة عالية وهنزل البوتنشال في حتة تانية واستفاد منه. يبقى هغير البوتنشال انرجي دي واخليها الكتريك انرجي. فالهايدرو الكتريك زي السد العالي. النيوكلير انرجي السورس بتاعها فيشن، هناخد كل واحدة بالتفصيل بس انا بس بعرف التعريفات. ان احنا fission of atoms معينة، يورانيوم، بلاتونيوم، ثوريوم، يعني ذرات معينة لما اعمل لها fission لما اقطع النيوكلس بتاعتها هتجنريت gigantic heat of energy، اخدها واستعملها تبقى محطة حرارية. الجيجانتيك هيت دي مش هستفاد بيها كلها، فانا هستعملها محطات حراريه. دول الثلاثه الكونفنشن وهنتكلم عليهم بالتفصيلات المهمه ان شاء الله. السورسز الاخرى اللي احنا بنسميها نون كونفنشن اللي مش يعني ما هياش متداوله مش متفق عليه، فالناس سموها رينيوبل انرجي. وهنلاقي ان الرينيوبل انرجي دي اصلها كلها الشمس. فاذا لموها سموها متجدده ليه؟ علشان طالما تطلع الشمس يوميا لم يخل الله الارض ومن عليها، يبقى الطاقه دي بتتجدد يوميا. فبتشمل السولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه، هناخدها وليها ثلاثه هناخدهم ان شاء الله، والويند انرجي توربينات الهوائيه وهناخد انواعهم وازاي وبتشتغل والفكره ازاي، والجيوثيرمال انرجي اللي هي الطاقه الجيولوجي تحت الطبقات الميه تحت الارض تحت الطبقه الصخريه، تطلع ميه ما هياش ميه، تطلع درجه حرارتها 2500 هتطلع ستيم طبيعي. فالستيم ده دخله التوربينه الستيم الثيرمال هتبقى موجود. الفاصل فيول اللي قصدي بس الريفيوز فيول اللي هو ايه؟ الكمامه او بنسميه البايو ماس. الكمامه حولها الى طاقه كهربائيه هنتعلم حركات الميه في المحيط
والويف انرجي او الاوشن انرجي، يبقى هنتعين الاوشن انرجي دي كلها في الريليوبل انرجي، ايذر سولر ويند جيوثيرمال انرجي فروم اوشن زي ما بقول حاجه اوشن انرجي او التايد باور والبايوماس اللي هو ريفيوز فيول. اعمل العمليه ازاي؟ بعمل حكايه الريسايكلينج، ازاي اعمل حكايه ان انا استفاد بالفاصل الريفيوز اللي انا برميه ده الكمامه والفضلات واطلع منها. طب هنتعلم ان شاء الله. عايز بقى اركز، انا قلت عايز اعلم الحته الاولانيه، فالكلام في المحاضره هيبقى مهتم قوي بالستيم او ثيرمال باور ستيشن. فالثيرمال باور ستيشن عندنا ثيرمال عامه، عندنا ستيم وعندنا جاس توربينز. فنجيب نقول لحضرتك اهو كونفنشنال سورسز الثيرمال باور ستيشنز، تحتها ايه؟ الستيم توربينز وتحتها الجاس توربينز. واحد هيقول ده قريبي ولا ابويا الاستاذ بيقول لي تيرباين، تيربين صح وتيرباين صح. تيرباين الناس جايين من امريكا بيقولوا تيرباين، بينطقوا الانجليز بينطقوا اوفن، الثاني بيقولوا اوفتن، بيكتبوا بيقروها زي ما مكتوب. انا عشان متعلم في انجلترا فبقول تيرباين، تيربين اللي اتعلموا هناك بيقولوا تيرباين، الكلام صح. بعد كده في الكومبايند سايكل. ايه الكومبايند سايكل؟ هايبريد من الجاس والستيم، اللي هي وكل المحطات يعني مش كلهم، نقول 90% من المحطات في مصر كومبايند سايكل الدوره المركبه. لو اقول مهندس كهرباء هيقول له اسمها الدوره، عندهم كده الدوره المركبه، هي دي الكومبايند سايكل. بعد كده الديزل انجن. الديزل انجن كلكم عارفينها، مكنه الديزل محطوط جنب المبنى ده، حضرتك لما تطلع جنب اوضه الترانسفورمر هتلاقي الديزل انجن موجود. استخدم امتى؟ لما الكهرباء تتقطع واشغل المحاضرات، مش معقول الدنيا تيجي والطاقه تعمل مشاكل وحكايه. فالديزل انجن دي دايما احتياطي واقفه ستاند باي، بنقول عليها ايه؟ ستاند باي. انا محتاجها عشان لو الكاوتش طفى اجيب اللي ورا احطها الريزيرف او ستاند باي واحطها مكان كده. فالديزل انجن دي مش هتبقى طاقات كبيره، هتبقى طاقات محدوده عشان بستفاد بيها في الايميرجنس. اوكي؟ يبقى تعالى بقى عشان انا عايز اتكلم على، هبدأ بالأولانية إن شاء الله رب العالمين اللي هو Thermal Power Station. المحطة بالشكل ده، هفهم إيه المحطة قبل ما أكلم المحطة بالشكل ده، لازم الطالب يفهم كويس. أنت قلت له من الكلام من الأول المحاضرة، قلت إن الإنرجي تتحول من شكل إلى شكل، تمام؟ عشان نعمل جنريتور إحنا بتوع الكهرباء محتاجين ثلاث عناصر، وإحنا عارفينها أصلاً من حاجة اسمها فليمنج رايت هاند رول، عارفين في المدرسة. قال إيه فليمنج ده؟ إيه؟ لو عايز تولد كهرباء هات سلك سلك وحركه في ماجنتيك فيلد، والثلاثه يكونوا متعامدين على بعض. ادي الماجنتيك في ادي واتيفر السلك، وادي الفلوس اهي، وادي العمود الثالث بس اتجاهه كده يعني اهو. ثلاثة متعمدين على بعض. اوكي؟
يبقى لازم يبقى فيلوسيتي وماجنتيك فيلد والسلك اللي له الطول ايه. وقال لنا فلامي الرول بتاعته دي سماها رول ان الاي ام اف اللي هتتولد في السلك اللي عشان يوصل الكهرباء مش كهرباء لازم تمشي في سلك في كوندكتور يبقى لازم يبقى فيه كوندكتور. يبقى الكوندكتور اللي طوله ال اهو طوله ال اهو هيمشي فيه كهرباء قد ايه؟ تعتمد على الفيلوستي وعلى الماجنتيك ال في 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 حصل ده. اذا انا محتاج ايه عشان اولد كهرباء؟ محتاج موشن فيلوستي حركه. يبقى لازم يبقى عندي كاينيتيك انرجي احولها الى الكتريكال انرجي عن طريق مين؟ عن طريق الجنريتور. الجنريتور ده اخليه بلوك كده. دلوقتي حضرتك هيدرس لك استاذ يقعد يفهمك الجنريتور ده محطوط ازاي والملفات محطوطه شكلها ايه والروتور ايه والماجنتيك فيلد في الحته. الجنريتور ده جواه حاجتين، هو جواه الروتور عليه الملفات عليه الملفات او الكوندكتور والستيتور عليه الماجنت الماجنتس سواء هي مصر ماجنتس ربنا خالقها ناتشورال ماجنتس او ماجنتس احنا عاملين احنا عارفين نعمل ازاي صح ولا يبقى الماجنت يبقى الجنريتور فيه الماجنتيك فيلد وفيه الكوندكتورز وعايز له عايز احركه عايز احركه احرك السلك في الماجنتيك فيلد عشان يديني دي ام. يبقى الكهرباء هتنشا عايز كاينيتيك مش عايز روتيشنال انرجي صح مظبوط. روتيشنال حاجه تدور ما هي موشنال حاجه تدور الروتور جوه الماجنتيك فيلد تقوم الكوندكتور تتقطع تولد الكهرباء. اجيب الكلام ده ازاي؟ بجيب الكلام ده عن طريق تربن. قلت لحضرتك التربن، التربن دي شكلها ايه؟ عشان بس لما اجي اتكلم عليها. شكلها كده زي سهل كده. ولها بليدز. بليدز. لو انا الساقيه دي ضربتها بفلوستي معينه ولا اي حاجه حركتها كده هتلف حوالين المحور ده يبقى جات لي روتيشن. يبقى انا محتاج البليتس دي اضربها باي حاجه عشان تلف. يعني لو انا لو المروحه دي واقفه ومفيش كهرباء سبلاي وعايز احركها اعمل ايه؟ اديها حركه كده تروح لفين صح؟ افهم؟ في ماشي خلاص حلو هي بتاعت ميكانيك. الزميل قال حاجه كويسه بيقول في تربينه ديمونستريشن ورا مبنى ميكانيكا تقدر تشوف التربينه. اللي عايز يشوف التربينه يبقى احنا محتاجين تربين ومحتاجين جنريتور عشان التربن الجنريتور يحرك التربن يحرك الجنريتور التربن يحرك الجنريتور. اوكي تعال بقى اشوف المحطه الستيم باور ستيشن دي متكونه ازاي. الستيم باور ستيشن بتكون ازاي؟ بجيب بويلر زي الغلايه اللي في البيت. البويلر اللي عند حضرتك في البيت البويلر اللي عند حضرتك في البيت بتديها كهرباء بتسخنها بأي وسيلة بتسخن المية بتحولها لستيم. المية لما تديها انرجي ثيرمال انرجي تتحول من الستيت تو انذر ستيت. هي دايما مخلوقة عند ربنا في الليكويد ستيت. لو سخنتها تبقى في الجاس ستيت وتبقى فيبر. لو بردتها وسحبت منها الهيت تبقى سوليد وتبقى تلج. اوكي
يبقى انا هاخد الميه واحطها في البوري واسخن طب واديها الهيت ازاي عشان تبقى ستيم؟ اديها الهيت الفيول اللي انت قلت عليه، احرق الفيول الفاصل فيول، احرق يا اما احرق جازولين، يا اما احرق سولار، يا اما احرق كول فحم، يا اما احرق ناتشورال جاز، احرقه واسخن بيه البويلر. اهو ادي البويلر اهي، اجي البرنر اهي، البرنر طلع الهيت اهي. انا جا الهيت منين؟ جا من الفيول. الفيول ده فوسل فيول، ستيم ستيشنز فوسل فيول، يا جازولين يا سوار يا فحم، يا محطات فحم، محطات ناتشورال جاس وكده. المايه دي هتتسخن هتتحول لفيبر، هياخد الفيبر ده يطلعه من يطلع ادي المايه اهي، تطلع الستيم. الستيم ده عايزه يكون سوبر هيتد ستيم. يمكن احمد كاتب ستيم under high pressure and temperature super heat. الكلمة هو كان احسن كتب انها super heated steam. هو super heat steam ليه؟ علشان حضرتك عارف ان عشان تبقى steam gas تماما ما فيهاش اي نقطة مية، لازم تبقى درجة حرارة 100 في لسه فيها بخار وميه، لسه ستيم مشبع بالماء. أنا عايزه نو ماء، نو ووتر، يبقى لازم أزود عن 100، فلازم تبقى درجة الحرارة تعادل مثلا تبقى 105 110 وكده. أوكي؟ ما لو 110 يبقى هدفع فلوس أزيد شغل. أوكي؟ يبقى عايزها تبقى واقف. يبقى دراي ستيم، خلينا احسن كلمه كويسه دراي ستيم. يبقى دراي. طب واحد هيقول لي ليه دراي؟ لان انت لما هتطلع الستيم ده من حته صغيره جدا هيطلع ببريشر عالي، وانت مسخنه يبقى التمبريتشر عالي، ومطلعه من فنيا نوزل نارو نوزل، هتبقى طاقة كاينتك انرجي كبيرة جدا. هتخبط مين اللي طالع الستيم ده؟ هيخبط التربيز، هيخبط البليز، دول الذراعات البليز اللي هما الزعانف وات ايفر في الكل، زعانف التربيزة ولا البليز بتاع التربيزة. التربيزة دي معمولة من ايه؟ حضرتك لو هو راح شافها زي ما هو قال، معمولة من الحديد. ستيل. الستيل عدوه مين؟ المية. كروش. ما دام جبت كلمة ستيل يبقى في كروش. يبقى ما دام الكروشن هيحصل لو في ذرة مية، يبقى أنا مش عايز يحصل كروشن. لأن بعد ما أول ما يحصل كروشن البليد هتتكسر والتربينة هتبوظ والدنيا هتبوظ كلها. أيضا مهم جدا ان البويلر بتاع حضرتك ما يخشش فيها، البويلر دي ما يخشش فيها املاح. الميه اللي داخلها فيري فريش ووتر. يعني هل ينفع ادخل ميه البحر؟ لا، ممنوع منعا باتا ان حضرتك تدخل ميه البحر، لازم فريش ووتر. يبقى المحطة دي لما اجي انشئها احطها فين؟ احطها على النيل او على فرع من النيل، او اعرف ابعت لها ترعى تجيب لها رجل. يبقى لازم كلمة فريش ووتر مهمة، لان المية لو فيها املاح هتخلي البويلر تصدي والسكيلز تنشأ، اللي هي السكيلز وات ايفر الكلمة القشور، وتربينا تنزل تغلي الميه على الناس. فيبقى
لابد تبقى سوبر هيت ستيم في المرحله اللي طالعه. اللي داخل التوربينه، الميه اللي داخل التوربينه لازم تكون فريش ووت. ما هو ولذلك ما ينفعش تبقى ديسالينيتد، ما ينفعش تبقى ميه مالحه، سالين ووت لازم تبقى ديسالينيتد. يعني في واحد هيقول ده انا لما اتولدت في الكويت او في السعوديه عرفت محطة التحلية، هي بتعمل كده. عشان هم ما عندهمش النيل. ما هم ما عندهمش النيل فلازم يعمل ديسالينيشن وبعدين يدخلها البول. فهمنا الحكاية دي ولا في كلام؟ تمام. أول ما طلع الستيم، سوبر هيتد ستيم ده، بريشر عالي، تمبرتشر عالي عشان تبقى سوبر هيتد، في فايلة بتحكم منه. بلف بلف، الناس كانت بتعرفها بالعربي بلف، بس الصمام اللي بتحكم منه اطلع انا عايز كميه كبير، عايز كميه اقل، عايز اعمل جنريشن عالي، عايز اعمل اتحكم في الحكايه. حصل مشكله اقفل عليه، يعني لازم البلف ده يكون مهم. بعد كده اروح التربينه اللي انا راسمها لحضرتك، ده الكود بتاع الرسم اللي اتعلمته في الكود الكهربي في الرسم في الاعدادي. الكود بتاعها التوربين. لو التوربين تربل ده الهاي بريشر صغير، راح للبريشر، الهاي بريشر دخل توربينه، ضرب بليز بتاع التوربينه، عمل ايه؟ خلى الاكسس يقدر له ايه؟ يلف. يبقى الاكسس ده حي. يبقى انا جبت الروتيشنال موشن ولا ما جبتش؟ جبت الروتيشنال موشن. يقوم الجنريتور ده يعمل ايه؟ يولد لي الكهرباء، اخد الفري فيز بتاعته وابعتها على الترانسميشن. فهمنا؟ فهمنا المحطه مكونه ازاي وشكلها ايه؟ مش فاهم، انا ما اعرفش. الاستاذه شكلها مش فاهم. الاستاذه اللي قلت لها المهندس، ايوه فاهمه؟ بالنسبه هقول كل حاجه. انا بقول لسه هقول انا مش سامع طبعا. هقول كل هوضح يعني ايه هاي بريشر، يعني ايه لو بريشر. هي انا بس بقول الكونفنشن الرسم بتاعها ان ده هاي بريشر وده لو بريشر مخروطيه خلاص. في الحياه مش كده، هتلاقيها ساقيه اللي انا بقول عليها. اوكي، حصل روتيشن بالاكسس، حصل روتيشن اللي انا عايزه، اعرف اولي الكهرباء ولا لا. اولي الكهرباء جنريتر هيولي الكهرباء، ما دام لف الروتر يبقى جنريتر هيطلع. نيجي بقى الكلمة، انت ليه حاطط التربينتين؟ تو تيربنز، واحدة سميتها هاي بريشر تيربن وواحدة سميتها لو بريشر تيربن. في الحقيقة لما دخل ده بالهاي بريشر والهاي تمبرتشر، أول ما دخل في التربين البريشر قل، بقى هو كان 12 بار 15 بار، قلل البريشر بقى البريشر 8 بار 4 بار وكذا. بقى وما انا اعمل ايه؟ استفاد بدل ما اكتر العمليه دي. طب ما استفاد، اخد الستيم ده واعمل له ارفع درجه حراره، اعمل ريهيتر فريهيت التاني وهو في البايبس، سخنه تاني، عيد التسخين، يبقى زودت التمبرتشر والبريشر فضلا بس كيف 4 8 6 وات ايفر. اقوم اخد ده واستفاد بيه احرك توربين. بس هل هي البريشر الاولاني؟ عشان كده سميت دي لو بريشر توربين ودي هاي بريشر توربين. بس انا استفدت بالطاقه الموجوده.
بالليتنت هيت اللي موجوده، عارفين عارفين كلمه انفالتي؟ عارفين؟ بتخلوها في الحراره على العكاز والكلام، صح؟ هو ده انت بتعمل الانفالتي بتعلق الكيرف كان كده، لما زودت الهيت بقى الكيرف فوق، فالليتنت هيت او ليتنت يعني اللي جوه الميه، السمنه في الميه، الطاقه اللي جوه الميه زادت، بقى هتشغل لي تسيب. انا استفدت، انا بدل ما كنت رميت في الجو انا استفدت، القوه اللي بتدفع الاكسس اكبر، يبقى انا قدرت ان انا اخد طاقه اكبر، قدره كهربائيه، قدره ميكانيكيه اكبر، دخلتها للجنريتور، الجنريتور طلع كهرباء. جوتيك ولا مش صح؟ يجوتيك يا باشمهندس، صح؟ فهمتي؟ طيب خلاص بقى، خلصت احنا، احنا بقى مهندسين الكهرباء دورنا خلص، خلص الموضوع. احنا استفدنا من الميكانيكا والتربينه بتاعتنا. اشترينا منهم تربينه، واحنا جنريتور عندنا وتربينتين، والريهيتر ده شغلتنا وكل الكلام. طيب الميه اللي جايه اللي طلعت بقى ارميها كده في الشارع واجيب ميه من الترع واشغل البامب؟ طب البامب دي بتستهلك كهرباء، فيها موتور، الموتور بيستهلك كهرباء، يبقى ده زياده، يبقى انا بزود الثمن بتاع المنتج بتاعي. فلازم اعمل كنترول. انا قلت لحضرتك ان الباور سيستم في المربعات الصغيرة لو انت فاكر بتاع البروتكشن، هتاخد كورس على البروتكشن، الكنترول هتاخد كورس على الكنترول، وتبقى الحاجة كلوز لوب، ما تبقاش اوفن لوب، كلوز لوب. انا اللي استفاد منه حاجات زي حياة الانسان، حياة الانسان انت بتدربه وهو طفل على حاجات يرتروفت من مخه، اتعلمت ساتردي ساندي موندي ثيرستي لغايه كده بيحفظوا. تساله النهارده ايه؟ يقول لك ثيرستي، من غير ما يفكر ات كومز. يبقى ليه السيستم قافل؟ انت اسمك ايه؟ يو كول هيم محمد اند يو كيف تيلينج هيم يور نيم از محمد صلى الله عليه وسلم. رايت؟ فدي حاجات نفس يعني الاشياء اللي بيعملها الانسان بتحاكي صناعات ربنا، تحاكي صناعات ربنا. فبنيجي ناخد الميه دي بدل ما نرميها ونجيب ميه من الترع جديده، ناخد الميه بس ايه بقى؟ لازم نرجعها ميه ليكم، ونرجعها في درجه حراره الغرفه علشان تاخد الانفالبي، عشان لما ترفع حرارتها تاخد الانفالب الكبيره دي. ما هي دي انت بتستفاد بيها الطاقه الكامله في الميه. فتروح تدخل في كوندنسر، وده بس كونفنشن، بس بيترسم كده بالشكل ده، سكيماتيك بتاع كوندنسر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرابنتين، كميه من بايب لاينز، وعليهم مسقط ميه دش، عليهم تشاش كده. تروح المحطه تلاقي تشاش نازلة على البايب لاينز عشان ايه؟ ارجع الميه. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ميه للتبريد، ومحتاج ميه احطها في البويلر اللي بتتحول للستيم اللي بتاخد تبريد. انا صح؟ صح. يبقى الكوندنسر ده شغلته انه يرجع درجه الحراره للاوريجينال بتاع الميه. لو الميه البدايه انا بديت صحيح بديت بالبويلر، لكن في بامب هي اللي بتملى البويلر بالميه، حركها يعني في الكاتل اللي حاطط بتشرب الشاي هيطلع شاي الا حطيت الميه. يعني في ميه في دي اسمها ايه؟ بويلر فيدنج بامب، بتجيب يعني لو رسمت خط كده بيجيب ميه للتبع، في نزلتها كده في المحطه بتنزل تجيب ميه من التبع. فجايبه فريش وود، دي مهمه جدا.
وعرفت سبب فريش وود، يبقى طلب. ما هو في ستيم هرب ومش عارف ايه وايه وايه، يبقى هي قاع ويضيق، يبقى ما بملاش البويلر، بتنقص شويه فبملاها منين؟ من الفيد بوم، شغل الفيد بوم شويه صغيرين تطلع شويه الميه اللي انا عايز ازود بيها السيستم، هتبقى الميه ايه؟ كوندنسد ستيم ريزيوم تو بويلر، ريزيوم. You know what resume؟ ها؟ The word resume. تمام؟ يبقى راجعة للبويلر عشان البويلر تمشي في كروس لوب، السيستم يبقى في كروس لوب كامل. فهمنا يعني إيه ستيم باور ستيشن؟ لأن زي ما قلت لحضرتك هتكلم من شوية. قلت لك النيوكليير باور ستيشن حولها وطلعت ودخلت ثيرمال باور ستيشن. الجيوثيرم قلت لحضرتك ودخلت ستيم باور ستيشن، يبقى عشان يبقى حضرتك بس دي اول مره تفهمها وتفهم البيزكس. انا عايزك تفهم البيزكس عشان تعمل كهرباء لازم تستخدم الفليمنج رول والرايت هاند رول عشان تولد كهرباء. رايت هاند رول ادي الماجنتيك فيلد اللي هو الاصابع، وادي الموشن اصلا الكوندكتور اهو ده يبقى لازم كهرباء جاية منين؟ من الماجنتيك فيلد موشن وكوندكتور. يعني طب اللي هيقعد يعلمني الماشين هيعلمني ايه؟ هيعلمني ازاي تعمل الماجنت، تطلع المغناطيسيه من الماجنت، ازاي ترص. انت عايز ال داخله في الموضوع، ايه بتساوي ايه؟ بي في ال في تكبرت ال V على قد ما تقدر بالباور اللي انت عملتها مش كده؟ خليك البتاع ده بدل ما يجري كده يجري ب R في M عالية جدا، صح؟ فعشان كده وليت كهرباء كتير. انت لو عايز الماجنتيك فيلد تقدر تتحكم فيه. طب ما ايه اللي كمان فاكتور كبير؟ عدد اللفات. الكوندكتور السلك ده هو سلك ممدود ولا ملفوف على بوبينه اللي انت بتسميه اللي هو الروتر، ملفوف في الروتر عشان يبقى كتير عدد لفات كتير، يبقى الال رقم كبير يبقى الاي ام اف. واضح كلام؟ واحد لما سالني المره اللي فاتت الباسبار قلت له البوتنشال اللي على الباسبار ثابت. دي احنا اتفقنا ان الباسبار ده له كاركترستيك. ايه الكاركترستيك؟ لما انا كنت راسم كده حضرتك فاكر كده بجمع حاجه عموديه عليها وكاتب عليها بي بي، المفروض ان حضرتك قريت التفصيل في الكلام بتاع المحاضره، عرفت يعني ايه بي بي، عرفت يعني ايه سب ستيشن. بعد كده عشان انا بعد كده هكتب الكونفنشن جي بي جنريتنج باور ستيشن اس اس سب ستيشن يبقى ترانسفورمر سب ستيشن كده هتيجي معايا. فالباسبار ده ايه الباسبار ده؟ ايه كلمه باسبار اللي حطيتها لنا دي كده؟ باسبار يهمك فيها حاجتين الفولت والفريكونس، يهمك فيهم حاجتين الفولت والفريكونس والاثنين كونستنت. الفولت حضرتك عايز مثلا هنا عايز كام؟ عايز 100، ده لازم كونست وات ايفر ات از. اذا انت في هاي فولتج 500 كيلو فولت، اذا انت في هاي فولتج عادي 66 11 كيلو فولت 22 كيلو فولت. ال 380 العادي اللي على الفيس اللي موجود هنا اللي في البيوت ولغايه ما توصل لحضرتك ال 220 ده كونست. يبقى الباسبار عليه كونستنت فولتج، عليه كونستنت فريكونسي. واول ما نقول باور فريكونسي يعني افرض في المسائل، في المسائل جيت قلت انا باور فريكونسي وعد في الامتحان كل الكلاب تهزت ايدها كام يعني؟ هو في حاجه 52؟ مفيش الا واحد هيروح راضي قايل لي مفيش 60. أقول له لعنة الله على أمريكا فقط، هي الوحيدة اللي عندها 60.
والكتاب اللي في العالم اللي تحاكيها بتكتب لها السنين. بيكتب لك على انت تبص على الجهاز تلاقي مكتوب 50 60. لما بنقول باور فريكونسي في اي حته في العالم الا اللي يشتروا منها بقى تبقى 50 هرتز. بقى لازم 50 هرتز عشان تكتب اتش كبيره زي صغيره. اليونتس على فكره يا شباب مهمه لازم تتعلمها وانت طفل كده. ما اتعلمتهاش هتبقى فاشل. أنا المرة اللي فاتت شرحت لكم الميجا والكيجا والتيرا، قلت لكم حروف كابيتال قبل اليونت. وحدات التصغير الملي والمايكرو والنانو والبيكو والفيمتو والاتو، قلت لكم حروف صغيرة. المهندس لازم تبقى دي تعود على كده. أنت اسمك أحمد، ماي نيم إز أحمد، رايت. خلاص. يبقى أنت من بداية من الأول بتكتب صح. ده الناس اللي السلوجن اللي في الشارع بيقولوا سايكل بير سكند. والبنت المذيعة بتقول سايكل بير كيلو سايكل بير سكند. لا حضرتك 50 ميجا هرتز 60 ميجا هرتز 60. احنا الباور فريكونس دي اسمها الباور فريكونس. مش هيبقى عندنا غير ده. احنا في الباور ما عندناش انتو العادي صلاة ولا باور صلاة. انتو اللي بتوع الميجا، انتو اللي بتوع الميجا هرتز والتيرا هرتز وكيف انتو بتوع الميجا والجيجا، دول الفريكونسي. عشان الفولتج بتاعهم هم كام بتوع الكوميونيكيشن دول بوتنشال بتاعهم اقل من 220. كل البوتنشال بتاعهم يوس كله من اقل من 220 ملي فولتس مايكرو فولتس. واخد بالك حاجه كده؟ فلازم حاجه تتعلم الحاجات دي. فاذا الباسفار دايما عليه كونستانت فولتج وكونستانت فريكونسي ات 50 هرتز. Whatever I say, I tell it to you or you have to use it. يعني ما تجيش تقول لي في المسألة الفريكونسي كام؟ هقول لك مش هقول لك. أنا قلت لك في المحاضرة الفريكونسي 50 وما فيش غيرها. خلاص؟ نيجي بقى للكلام اللي بقيتك. إحنا عرفنا المحطة دلوقتي. عرفنا تشتغل إزاي وشغالة بإيه والفكرة فيها إيه. أنا عايز الطلبة تتعلم من دلوقتي الحاجة يطلع من هنا حافظ الكلام. اللي بتتكلم ورا مش عايزها تفتح بقها نهائي. طول ما انا في الكلاس مفيش كلب يهز ديله نهائي. لا سيبك من ده دلوقتي. تشويس اوف ساين. ايه بقى التشويس اوف ساين؟ حضرتك بتقول ان المحطه دي بتعمل بوليوشن. ليه بتعمل؟ ده كاركترستيك بالحياه. الستيم باور ستيشنز او الثيرمال ستيشنز بتطلع بوليوشن. ليه؟ انها بتطلع كاسيت بتحرق الفيول ده بيطلع كوكس اكاسيد الكربون اكاسيد النيتروجين النقص والصوص اكسيد السلفر اكسيد النيتروجين اكسيد الكربون. طيب ايه مشكله الاكاسيد؟ بتاخدوها في مش عارف بتاخدوا ماده في البيئه ولا حاجه كده ولا ما بتاخدوش؟ سنه اولى بدات في سبتمبر الملوثات الصناعيه بتاخدوها فين؟ بتاخدوها الترم التاني؟ اخدتوها سنه. اوكي الكوكس والنقص والصعص يبقى خدتوها. حضرتك عارف انه مع الميه تبقى حامض تبقى اسيد. يبقى لما الشتاء هينزل هيعملها اسيدك ريد او الديو بتاع الفجر اللي هو بتاع الفجر بقى ايه الرطوبه رطوبه الجو يعني هتبقى فيه ووتر. الووتر دي مع القعص والنقص والصوت الايفولفد جاسز هتتحول لرين او هتتحول لاسيدز. هذه الاسيدز لما تقع على الارض تعمل ايه؟ ارض زراعيه تبقى جذاب
المباني هتتأثر تماما اللي موجودة، الإنسان نفسه هيتأثر بيها. نايتريك أسيد، أسيد حارق ولا مش عارفين، يعني الهيدروكلوريك حضرتك عارفين أكيد ولا أنتوا متخلفين؟ يعني شغلكم بس المضاد، ده شغلكم في الحياة. أنا بسأل حضرتك عارف خطورة الأحماض؟ هيدروكلوريك، سلفاريك، نايتريك، قصدي سلفاريك، نايتريك أسيد ده بيحرق. إذا البوليوتد ماتيريالز اللي في الحياة ممنوع، الكونتامينتس دي ممنوع. طيب يبقى انا على مدى اختار، انت مش هتختار، الولد الثاني اللي كان قاعد هنا من شويه هيختار محطه، ولو ان على فكره يعني شركه الكهرباء فيها كلهم نظم فقط. لما حضرتك تيجي تختار هيقول لك انت تلميذ قسم الكهرباء، انا ما عنديش ابقى اتحط في باور ستيشن، تذاكر تاني وتجيب الورق اللي احنا اتعلموه لك، هتلاقي نفسك اشطر منه ان شاء الله ربنا. يبقى حاجه بيقولوا لك اختار محطه باور ستيشن تحطها فين؟ حضرتك بالعقل كده تحطها في البلد ولا تحطها بعيد عن الناس؟ تحطها اكيد فرق 30 ل 40 كيلو في حته معينه. ايه مواصفات الحيطة دي؟ تشويس اوف سايت. وليه بدرسها بالمحطة؟ لأن ده هيبقى ديسيجن اوف ذا انجينير. ديسيجن مش هيبقى شكل المرقب الوزير. هيبقى ديسيجن طالع من المهندس محمد. المهندس محمد يبقى أول فكرة جت لمحمد قال إيه؟ المحطة دي تبعد عن الناس. هتعملوا مصيبة. هيحطها بقى في حته بعيده. يبقى دي اول حته هيفكر فيها. طيب هيشتريها في ارض غاليه، بس كان هو عايز 20 فدان عشان يعمل المحطه، والفدان 4200 متر، اضرب ال 20 في 4200 مش عارف تطلع، شوف الارقام 48 وقدام مش كام صفر، رقم كبير، والمتر ثمنه 10 جنيه غالي. بداية المحطة ثمنها 58 مليون جنيه، ده بس ايه؟ ده الأرض. ده لسه في أسعار تانية. يبقى إذا لازم أختار في أرض بروبر، ما هي لو في صحراء أحسن، حاجة مش مستهترة أحسن، يعني ما أخدهاش، أختار اللي يبقى هفكر في البرايس. يبقى البرايس أوف لاند taking into consideration the future expansion needs to cover the new growth. يعني لو خدوا بقى بالكلام اللي بي المنصة دي لازم يشوف الاستاذ عشان هو هيفهمه يعني ايه لود جروث، يعني ده قسم. انت حضرتك عشان فاهم حضرتك البوبيليشن كام؟ 104 مليون بتاع مصر. السنسس الاخراني قال كده 100 وشويه 104. الاكسبكتيشن اللي انت بتعمل المحطات تو ميت ذا فيوتشر نيدز، هل الاحمال هتفضل على 100؟ نكست يير هيبقوا 105، ذا يير افتر اند سو اون. فاحنا لو عاملين البلان استراتيجي اوف الكتريستي احنا عاملينها للسنه 20 35 يعني سنه 35 احنا حاطين البوب، مش انا سحب ما يفهمش البوبيليشن. الاكسبكتيشن اوف بوبيليشن از 150 البوبيليشن هيبقوا 150. طب حضرتك هتبني كل يوم محطة، يبقى حضرتك بتنزل لمشاهد المحطة for 20 years. ما انت عارف البلان لسنة 35 الاستراتيجي of energy of Egypt
سنة 35 هتبقى الباور ديموند لمصر قد كده. يبقى حضرتك تزود المحطات عشان دايما تبقى مسابقة. تبقى ايه؟ مسابقة دي اللي احنا بنقول عليها الفيوتشر اكسبانشن. على معتمد على ايه؟ على اللود جراف. اللود كان 5 بقى 10، ال 10 بقى 20، ب 20 وات ايفر رايت. مفهوم كلامي ولا لا؟ تمام. زي ما بقول لحضرتك انا قلت لك كلمه جنرال 20 حضرتك لا شفت ان الحته اللي موجوده 17. كلامي مش قران. وتغطي المحطه بتاعتك خلاص. والمحطه تغذي 20 سنه قدام خلاص. يبقى حضرتك عامل حساب. لازم الفريش ووتر، مش احنا قايلين الفريش ووتر لازم تبقى فيه، لازم تحط الارض دي جنب منابع للنيل او تقدر توصلها منابع. ما تجيش كده بالصعبه العربيه وتحط محطه فيه. تحط لها تجيب لها منين؟ لا انت عارف تجيب ميه البحر ولا عارف وتحليه ولا عارف تديها من النيل. يبقى ده اختيار سيء. يبقى الافيلابيلتي اوف فريش ووتر. بعد كده عشان البويلر ما يحصلهاش كوروجن والقصه. طيب المحطه بديها تنكات بنزين او تنكات صولر او ناتشورال جاس ليكويد ناتشورال جاس. يبقى لازم المحطه دي تقدر التراكس دي تنقل لها الصولر، تقدر تنقل لها الفيول كول. تبقى اكيد لما تحط سكه حديد عشان ننقل لها الفحم بتاع عربيات السكه الحديد. ولو ان الكول دلوقتي باند في كل العالم. هيقول لي واحد انه ده الراجل من سنه افتتح محطه مش عارف فين، حطوا بتاع كده مونيمنت كده رخام، لكن عالميا الكلام ده ممنوع محطات الفحم. ولو انا عشت هفضل اقول ممنوع، ولو انا مت حضرتك اللي هتقول ممنوع. اوكي؟ لان ده اللي بيعمل انشاء الدنيا. مش بس بقى انت لما انت حسيت قلت السولار والبنزين بيعملوا بوليوشن، الناتشورال جاز احسن شويه. الناتشورال جاز احسن شويه عشان ما فيش السولفوريك اسيد. طيب اتخلصت من واحد منهم يعني. المحطات اللي بتحلل الناتشورال جاز احسن شويه. احنا مش عايزين خالص. لازم نحسن. يبقى لازم حضرتك هتختار حاجه اودي الفيول عشان تحرق والبويلر تشتغل. طيب المحطه دي اختارها قريبه من الشبكه ولا بعيد عن الشبكه؟ اكيد قريبه، تبقى قريبه من الشبكه. انا عارف فين واللود بيروح فين. اللود اللي هطلع الباور اللي طالع جنريت هديها لمين؟ للكونسيومر. ومين اللي بيودي للكونسيومر؟ النتورك. يبقى لابد تكون قريبه من النتورك او عن شيء لها خط. زي واحد هيقول ما هي غرب البرونوس بعيد. غرب البرونوس عملنا حضرتك لو عديت دلوقتي هتلاقي الشبكات ال 500 شبكه. اوكي؟ قريب. ليه طب ليه؟ انت مهندس عظيم بتدور على الريلايبيلتي فيرست وبعدين ايكونومكس. انت ما ينفعش اعمل اسانسير عمره ما يعطل في الحياه نهائي نهائي نهائي. هيبقى ثمنه ملايين. طب ما اعمل الكوندكتورز من الجوه ده ما نعملهاش من نحاس. احنا نزلنا من الارض. يبقى ده المهندس بيفكر. Reliability first. مهندس على فكره احنا غير الايكونومكس. الايكونومكس بيقول الفلوس. يشوف السعر الارخص وياخده. حضرتك لا. حضرتك بتقول Reliability. دراسه الاول و
الموضع وتاكد ان الطياره مش هتقع. طب لن تقع هذه الطياره. وبعدين الكوست، تمينيمايز الكوست، الشطاره بقى منك في الديفلوبمنتس اللي بتعمل رايت. فلازم يكون برضه ايكونوميكال ترانسبورتيشن مينز للفوسيل فيول، وبرضه ان الترانسميشن لاين عشان ارمي الكهرباء على النتورك واعمل ايه؟ ابعد كتير عشان الغي البلوشن، او احاول اقلل على قد ما اقدر الوسائل المختلفه عمليه البلوشن. اوكي؟ نيجي بقى لحاجه عايز اتكلم عليها. حضرتك قاعدين نتكلم بنقول ايه؟ حضرتك بنقول ايه؟ بنقول بنعمل الكهرباء دي ليه؟ عشان اللوز الاحمال، وبنحط البوبيليشن والكلام والاكسبكتيشن والاكسترابوليشن بتاع الكيرفات عشان ايه؟ عشان الاحمال، دايما نعرف نغذي الاحمال. تمام؟ عشان اعرف اغذي الاحمال لازم يبقى انا مهندس، لازم لغتي charts، لغتي diagrams. انا ما تقوليش كلام كده ارقام وبس، انا شغلتي احلل اللي تبعت لي diagrams charts. امال قعدت ادرس equations ومش equations ليه؟ مهم جدا نبقى عارفين حاجه اسمها اللود كيف. لود عشان اول مره يسمعوها كيف. ايه اللود كيف؟ الانسي اللود كيف هو علاقه بين الباور ديماند. باور خلي بالك ديماند، وعايز تفهم كلمه باور، وبين الطاقه. بقول باور، باور تفرق ايه عن انرجي؟ فرق ايه؟ طاقه. طاقه باور في التايم هي الانرجي، استخدام التايم استخدمتها على ايه؟ يبقى انا اللي ببيعه الباور، اللي ببيعه كمحطه انا ببيع باور. يستخدمها المواطن في قد ايه؟ بحط له على التاب، ويقول على التاب ده بيموت. افرض عامل الشقه زيرو، ده الحقيقه زيرو. نحط لها 5 سعر معين. وات ايفر التارجت يعملها ازاي؟ هيتعلمها على فكره المفروض في سنه ثالثه كده ولا رابعه، يعلمك ازاي تبقى انت المهندس رغم ان اللي بيعملها بتوع تجاريين، لكن حضرتك هتبقى عارفها وانت اللي بتقول. تقول له حط دي كذا ودي الاي كام والبي كام والسي والدي كام. ايا كان انت حضرتك بتبيع ده عشان ما نتكلم كيلو وات. خد بالك انا كتبت كي ايه؟ صغيره، والوات كتبتها كبير. هي الوحيده من ادوات التكبير اللي في الصغيره عشان استخدمه كلفن قبلها. كلفن هي الكي كابيتال. لو واحد بقى كتب لي كي كبيره وبقرا التقرير من المهندس العظيم وكتب لي كي كبيره وواط، بفهم كانه هو انا بفهم منه ان ده كلفن فورد. لو ما كتب كده فهمت قوي انه يقصد كيلو واط. ميجا هيكتب ام كابيتال وواط، جيجا تيرا اند سو. فالتايم نرجع بقى، التايم ده لو من 0 ل 24 اورز ده بسميه ديلي لود كيرف، سيوف. لو من 1 ل 7 بسميه ويكلي لود كيرف. لو من 1 ل 30 بسميه مونثلي لود كيرف. لو من جان من 1 ل 12 اللي هي ديسمبر جان لغايه ديسمبر ده بسميه انيوال
بالكير او يرلي ايه بقى اللود كيرف ده بيديك ايه؟ اللود كيرف ده بيديني انديكيشن انا بستهلك قد ايه باور. فلو مثلا ساتردي ادي ساتردي اهو وادي ساندي موندي تيوزداي ونستي ثيرستي فرايدي اروح للراجل بتاع شركه الكهرباء اقول له احنا في الاسبوع في يوم ساتردي كان كام؟ يقول لي قد كده. محتاج ان باور قد ايه؟ محطه تبعت لك قد ايه؟ تبعت لك كذا كيلو. في صندي ده اجازه، لا مش اجازه في مصر. مش اجازه في مصر. مثلا قد كده. في فرايدي اقل واحد. فتلاقي الكيرف مثلا عامل كده. مثلا. تمام؟ لو عملته ساعات هتبص تلاقي مثلا كده 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 لغايه من 12 ميد نايت ل 12 ميد نايت. وبينزل عند الحته اهي واهو بيعلق ده المفروض ينزل 12 ميد نايت المفروض الا في المجتمع المتخلف المصري. بيسهروا الفجر وما بيصلوش. بعدين على صياح لود كيرف الطبيعي في الدنيا عند ربنا انه بالليل بعد ال 12 بتقف بتفجر على ويهمدوا وبعدين يصحوا ويزيدوا والمصانع تشتغل والمغربيه تزيد شويه وبعدين تنزل ايا كان شكل اللود كيرف فده له ماكسيم. النقطه دي اسمها البيك البيك بتاع الجبل وهنا الحته دي من هنا الاوردنت ده الماكسيموم باور او البيك باور لازم اكون عارف لازم الراجل يبقى عارف لما تبعت لوزاره الكهرباء الوزير يقول لهم اقصى يوم في لو حضرتك حد أقصى يوم استهلكنا فيها كهرباء كان يوم إيه؟ أقول لك مثلا 23 جولاي الساعة 7 بالليل. كمان والدقيقة 18 والثانية 20. يبقى البيك دي معروفة. البيك معروف. لما عرفت البيك يقوم يقول لهم إيه اللي بيصمم؟ يقول لهم لا ما أنا مش هشتغل على البيك، السنة الجاية هتزيد. السنة اللي بعدها يقوم يعمل حاجة اسمها انستول ذا باور. المحطات بتاعته تكون مغطية تماما كل حاجة بفرق كبير بفرق اسمها الريزيرف باور. في ده ريزيرف. عنده في الستوك لأي سبب ما محطة طلعت. احنا مش قلنا المحطات مربوطة ببعضها، محطة طلعت. محطة شبرا الخيل، طب محطة حلوان، طب محطة البرونز، طب تطفي الجمهورية خلاص؟ لا. الريزيرف باور اللي عنده دي تغطي على طول. طب الريزيرف ده يحطوا أي حاجة؟ ينفع يحطوا أي حاجة؟ ولا يحط رقم سيت رقم سيت ديزاينر يقول له لا انا هعمل محطه تغطي الدنيا ب 150% طب انا حاطط حاجات ما بستخدمهاش يبقى انا بخسر فلوس يبقى ده المستهلك هيضطر لان انا هعمل فين؟ هعمل عليه ما هو الاخران الغلبان وارد حضرتك اللي بيدفع الفاتوره يبقى ده احنا بنقول لهم الستاندرد العالمي من 20 ل 25% من الخمس للربع من ايه؟ من الماكسيمم ديماند. من الماكسيمم ديماند 25% حاليا طالب احتمال يكون في احتمال
1% يكون واحد صاحي يقول لي ده احنا كنا في سنة 14 لما حصلت الأزمة كنا بنطلع 29 جيجا واحنا كنا محتاجين ساعتها 32. كان عندنا شورتج 3 جيجا 3100 خد بالك جيجا. I'm speaking about جيجا 10 to the power 6 واتس. حصل ان احنا قلنا حصل مشكله وبقينا نعمل نقطع عن دول ساعه ودول ساعه والدنيا والعيال بتمتحن وكانت مصيبه بتحصل. فربنا فتح علينا في سنه 14 وتعاقدنا على 3 محطات اللي جابتهم سيمنز المانيا ميركل وجابوا 3 محطات بيطلعوا 14.4 جيجا كل واحدة 4.8 اللي هي العاصمة الإدارية الجديدة بني سويف غرب البرور وسلمح كامل كل واحدة بتطلع 4.8 جيجا قد السد العالي 3 مرات 2 مرات. ده فبقى عندنا سيربلس باور عشان كده كل مره يطلع يقول انا عندي طاقه زياده عايز ابيعها. ما هو اصلا زاد عن الايه؟ عن ال 20%. فلازم يبيعها. فعملنا الخط الرابط دلوقتي مع السودان وعملناه على حسابنا. عاملين الخط اللي بيغذي ليبيا وعاملينه على حسابنا، وعاملين الخط اللي بيروح جوردن، ليبنان، سيريا. مش على حسابنا، ده معمول من الأول. ما كانش في ليبنان من سيريا، كان في جوردن بس. ببيع لي دول، وببيع لي دول، وببيع لي دول، صحيح ما حصلش غير اللي من الأردن، عشان ليبيا متنيلة بنيلة جنبنا، والسودان متنيلة بنيلة. مصر قلب الأمة العربية تتحمل هي تتحمل هي القلب المصري لازم تلاحظ whatever يعني بلاش يعني عشان ما نخشش في جدل whatever. فإذا حضرتك لازم تبقى عارف نستور بكاباسيتي كام. احنا دلوقتي الشبكة بتاعتنا فيها 52.4 جيجا. اللاست سمر لما زاد لما وصلت في الحقيقه كانت وصلت 29. عشان ايه؟ طب الدروب ده حصل لان التكنولوجيا اللي حضراتكم عملتوها لنا يا بتوع اتصالات وفرت طاقه تلت. اللايتنج الاناره توفر فيها تلت. وساعة الدولة بقوات كثيرة إن الناس تستخدم تكنولوجيا اللاد في الإنارة. وفرت طاقة كبيرة كويسة. وفرت حوالي 3 جيجا. دي حاجة كويسة وكويسة وأنا ببيع وهاخد فلوس. ببيع وهاخد فلوس. ما أخدش بقى قصة خاصة بالاستراتيجي والبوليسي of the principles in this, أنا مش politician. I'm not a politician. فما أعرفش. بعلوبين. ده الانجينير. لكن the strategy of the country, we are each heart of the Arab world. Heart of Africa. Africa كان. احنا لو شايلين أفريقيا على دماغنا. سيبك من الخلافات. الخلافات بيننا وبين الناس بيزقهم الناس مقبولين امريكا لعنه الله عليها واسرائيل من وراها في سد اثيوبيا والمصائب اللي حاطينها لنا في ليبيا والهم اللي حاطينه في الصومال وفي الجنوب وفي اليمن من صومال. ده فورجيت انسى ده انت يور نوت تايم يور نوت ان ذات تايم. Think of yourself. You are a student. You have to study.
You have to work for your future, for the better future, right? جميل. عندنا بقى من الحكايه يبقى الانستول كاباسيتي دلوقتي احنا عندنا بزياده. واحد هيقول عندنا عندنا شاكر عارف عارف والكبير اكبر واحد في الدنيا عارف مصطفى بلبوري عارف. انما ان شاء الله ان شاء الله احنا بنظبط. مش انا يعني حد يفهم غلط. مش انا. انا واحد صغير كده بتسالوه. Anyway. عندنا بقى حاجة مهمة جدا حضرتك لما بقول لك معاك بتقول لي معايا حوالي 100 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه وات ايفر لو عديتهم بالظبط هيطلعوا 1000 بلس هيطلعوا 1000 ماينس يبقى احنا بنتكلم دايما على ايه؟ على الافريج باور على الافريج باور ما بنتكلمش على الانستنتينيوس باور تفجيرها في اللحظه دي كام او الباور كونسيومد في اللحظه دي كام دي اسمها الانستنتينيوس باور يبقى هو الكلام لما بيروح يعمل ريبورت للوزير بيعمل حاجه اسمها الافريج باور ايه الافريج باور؟ الافريج باور متعلمين احنا طلبه شاطرين الباور الافريج الباور الافريج بتساوي واحد على التايم الانتجرال بتاع من زيرو تي بتاع بي دي تي الاريا اللي تحت الكيرف مقسوم على البيبي تديني الافريج ولا في غير كده تعلمتوا حساب غير كده الماث بتعلمكم كده ان الافريج باور الاريا اللي تحت الكيرف على التايم تديني الافرج رايت تديني الافرج فالافرج باور دي مهم قدر ايه يعني انت استفدت ايه بالافرج هنتعلم كلمه والمعيدين هيتكلموا عليها اللود فاكتور لا ليه نكتبها لهم كامل لان لسه ما يعرفوها لود فاكتور اللود فاكتور ايه اللود فاكتور؟ اللود فاكتور ده الافريج باور على الماكسيموم باور انا كده لان انا لما هروح اغذي ليبيا اغذيها امتى وانا عندي بيك اوف بيك اللي هي دي انا عندي ده موجود اهو وطالع ما هو بيحصل له جنريشن وده طالع ارميه في الزباله كده ينفع طب ما انا هحمل بيه المستهلك مش كده بقول لك حكايه ان انا بعمل بلان ان ايه تو اكسبورت ذات باور اوت سايد او اربط بشبكه كبيره جدا زي ما لما قلت لحضرتك على الانتر كونكشن سيستم قلت لك يا ريت نعرف نربط رابط بكل الدنيا ازاي لو ربطنا ليبيا بتونسيا ونمشي هي اصلا اوريدي الجزائر مربوطه بمروكو ومروكو مربوطه بسبين وسبين مربوطه بيوروب شبكه يوروب وشبكه كويسه شبكه روبس شبكه قويه يوروب عندها شبكه واحنا كنا فعلا عاملين بلانز طول عمرنا مش كده بقول لك لا مطبوعه على امريكا واللي ورا امريكا طول عمرنا فكرنا ان احنا نربط بالسعوديه والسعوديه قريبها الدول السبعه اللي حواليها عمان واليمن والكويت وقطر وبحرين والمجموعه وبعدين كان المفروض نربط جوردن فلسطين ما ننساش ابدا فلسطين نفتكر فلسطين جوردن سيريا لبنان العراق اللي خربتها امريكا كان المفروض لو بقينا كنا عملنا الشبكه دي كان الفاضي يكب المليان هو تضامن اجتماعي كهربي نتحد نوحد كلمتنا نوحد فلما عندي زياده
وشبكتي قويه وصولي ابيع وبيع واخد فلوس. انت اخويا انا مكلفاني كذا، هات الفلوس دي وحكيها لك وما تمشيش. فببيع في الاخبي عشان برضه تبقى عارف، ما تديش لحق انا معيش فلوس واتضايق عشان اديله، ما ينفعش يعني. ستوب لوجيك رايت. اكيد طبعا فاهمه يعني ايه اوبيك المفروض. فمين اوبيك؟ يبقى ده يبقى الانستول ذا باور والانستول ذا كاباسيتي. دي مشهوره بكلمه انستول ذا كاباسيتي، شبكه يعني كاباسيتي، قدرات الشبكه المصريه. انستول ذا كاباسيتي، احنا بنتكلم على الشبكه المصريه، ده ينطبق على كل الدول. ده اللي في امريكا كده، اللي في اليابان كده، ده اللي في الكتب، ده العلم. حضرتك رحت اشتغلت في حته ثانيه كده. والبيك او الماكسيموم ديماند والافريج باور لازم الريزيرف ده تتحرك فيه. عندنا الشبكه المصريه هتلاقي كيرف كده. أنا مش عايز أخذ من وقت حضرتك زيادة، التانيين خدوا من وقتهم زيادة وجيت لحضرتك. حد ينبهني من الحصة خالص، مش عايز، لكن ما يكحكحوش في الأرض. خلاص بقى اطلع ومش عايزين نشوفك. I don't like this. I never like it. I like to give. طالما إن شاء الله في حاجة. Advantages with disadvantages أنا قلتهم في وسط الكلام. الـ pollution حضرتك لسه قلت أنا يمكن قلت في الكلام إيه بقى الـ characteristics بتاع المحطات الـ thermal power station، محطات البخارية. إيه في characteristics؟ أول كاركترستكس فيها إن الإفشنسي، عارفين يعني إيه إفشنسي؟ بتتراوح بين 35 إلى 40%. ألو إفشنسي صغير، أقل من نص. أدخل إنبوت واللوسز زائد زائد الطرح منه يطلع أوتبوت، ما هوش كده. يبقى عيب المحطات دي لو إفشنسي. أول حاجة. العيب الثاني البوليوشن، لسه أنت عارف. يبقى وبعدين ما بنشئ المشروع بحدد قبله الدراسة بتاع الكوست. المشروع ده ثمنه كام وهيخدم قد إيه؟ لسه قايل 20 سنة. الراجل اللي عمل الفيزيبيليتي ستادي بيعملها على 20 سنة. احنا الدراسة اللي عملنا بتاع الاستراتيجية على كانت معمولة في الحقيقة على سنة 22، لما قربنا عليها زادت الفكرة وما عملناش لسه حاجة فخلوها 35. من 20 ل 35 about 20 سنة 15 سنة. فالكوست بتاع اي مشروع في الدنيا يستوي على جزئين، فيكسد كوست والرانينج كوست. ايه الفيكسد كوست والرانينج بسرعه كده سريع لان الموضوع كبير لازم تدرسوا اقتصاد وتفهموه. فيكسد كوست ثمن الارض، ثمن البنى، ثمن الايكوبمنت، ثمن مش عارف ايه، ثمن المهندسين، ثمن ايه، كل الكلام ده والرسم الهندسي اللي مش عارف، كل الكلام ده في الفيكسد كوست. ويخش فيه حاجه ثانيه، يخش فيه الانترست او الانفستمنت الاستثمار، ويدخل فيه. لان انا دلوقتي بنادي في ان المحطات ينشئها البرايفت سيكتور، القطاع الخاص، صح؟ مش سامعين كده؟
سامعين ان النهارده كل الناس بتنادي ان البرايفت سيكتور لازم يشارك. اللي عندهم اموال بدل ما يودوها في اسبانيا وينيلوا يعملوا المؤتمر الجوله، ما تحطوا الفلوس في البلد. انا لا المح الى احد نهائي، والله ما اعرفش، والله ما اعرفش ايه الخراب. عجبك قوي العرايه؟ الصبيان طبعا عجبهم العرايه. ايا كان وات ايفر، خلينا نتكلم. البرايفت سيكتور لازم يشارك، يبقى البرايفت سيكتور لازم يكسب، يبقى نعمل استثمار ونجيب شركات خارجيه تستثمر. يبقى الانفستمنت مضاف عليه، الانترست ريت مضاف عليها، الانفليشن ريت اللي هو التضخم، الله يفتح عليك، التضخم والدي ايفالويشن. الجنيه كان بيشتري جمبار واحده بسعر ب 10 جنيه، دلوقتي عايز مني 20 جنيه. ده اسمه دي ايفالويشن. العمله قلت قيمتها، قيمتها الشرائيه. طب يبقى انا قلت الكلام اهو اللي هو يفهم ان شاء الله ويدور عليه. يبقى داخل في الفيكس كوست كل ده. طب الرننج كوست، الرننج كوست داخل فيه الفيول. انا بشتري بجيب فيول، الفيول ده لو لو وفرته هصدر ودخل ناشونال انكم لدخل القومي. يبقى لو استهلك الفيول او استورده من بره يبقى انا بدفع فلوس. يبقى الرننج كوست داخل فيه الفيول، داخل فيه الاو اند ام. الاو اند ام اللي هي يا حمار.